بخصوص موضوع ديال مستجدات كلية الطب، تعرفون الآن بأن هذا الموضوع الآن هو لدى مؤسسة الوسيط، ومؤسسة الوسيط هي مؤسسة تشتغل في إطار القانون حول مختلف القضايا اللي عندها علاقة إما بالتظلمات أو بالتسويات. فنحن الآن ننتظر هذه المخرجات التي سوف يتم الاتصال التوافق حولها أو التوصل إليها، وآنذاك ربما سيكون المجال أكثر لكي نتناقش في هذا الموضوع بشكل كبير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.